قصتي هي قصة أبوي وقصة كل فرد من أفراد شعبي. بلدي هو حلم، فكيف بدي أعيش من الحلم؟ يلا طلع كم نجيب فيه فوق؟ اسمي تامر وعمري 11 سنة. أبوه وين بيشتغل؟ أبوه وين بيشتغل؟ في إسرائيل. إذا أنا عشان أروح أسوي دار زي هذا راح ذي الحالة لإسرائيل بدي شد، تعرف؟ شو هذا مسميه أنت شغل؟ ما الحرام؟ حاب أطلع من المخيم وألقي في البحر الأبيض المتوسط، البحر الكبير اللي دايما بحلم فيه. مثلا لما أكبر أكبر، حتى لما تكبر ممنوع تصلها لأن هاي صارت شو بالنسبة لليهود إلها. يا عمي صيار صيار، لا بدي أدمر إسرائيل ولا بدي أدمر أمريكا ولا بدي أقتل ولا بدي أسلخ، فقط بدي أروح على البحر. بتمنى إنه يكون شعبي حر، بس شو الخيار اللي عندهم وشو الخيار اللي عندهم؟